بكم لهذه الجلسة الثانية من الجولة بعد الجولة الأولى والتي لها علاقة بوضع الاستراتيجيات الأمن الوطني في أفريقيا. أود أن أرحب بزملائي من جنوب السودان مو سيد مبارك، ومرة أخرى أنا اسمي لوكا كول، وأنا أدير البرامج في الأكاديمية لمركز أفريقيا. المركز، قبل أن نبدأ بهذا البرنامج، أود أن أشاطر معكم للاستفادة من هؤلاء المتحدثين ولنعرف ما هي الدروس التي سنستفيدها من هذه الجلسة. وأعرف أنكم ستهتمون وتقدرون السيدة الدكتور الدكتور ريموند والسيدة ميشيل عندما تحدثوا عن الأوضاع الأمنية في أفريقيا والمفاهيم الرئيسية لوضع الاستراتيجية الأمنية الوطنية لأفريقيا. وتحدثنا عن 5 نقاط منها، وطبعا هنا نتحدث عنها لنتذكرها وليستفيد منها ممن لم يحضر المرة الماضية. وتحدثنا عن المشاكل البيئية، وطبعا كل دولة لها وضعها الفريد والمميز على حدة، والوضع في أفريقيا ودول أفريقيا متطور وديناميكي، وطبعا هذا يؤدي إلى إيجاد حلول أفضل للمشاكل الأساسية وإيجاد حلول فعالة، وهذا ما نراه عادة في بلداننا، أن نحاول أن نرى هذه أو نجد هذه الحلول المهيمنة والتي قد تؤدي إلى توصيف قد لا يكون صحيحاً لدولنا. وطبعاً عجب أن تكون هذه الحلول هي نابعة من البيئة والثقافة. وعلى الرغم من أن تعريف الأمن هو يجب أن يكون متمركز حول الدول والأفراد والأشخاص، فكل دولة ممكن أن تحدد وتعرف هذه المفاهيم ضمن سياقاتها، وهذه السياقات والتعريفات تكون معقدة ومتراكبة في أبعادها. مثلاً في بوركينا فاسو تحدثنا عن أمثلة موجودة هناك، وحيث أنهم حاولوا أن يكون لديهم عدة جلسات في مجال الأمن في ما يتعلق بالاستشارات. كوفي عنان الذي كان هو يعمل طبعاً في الأمم المتحدة حاول أن يتحدث في هذه القطاعات أو عن هذه القطاعات، بأن إذا وجدت الأمن أو تركزنا على الأمن بدون الأمور الأخرى وضمن سياق متكامل فلن نحصل عليه بشكل جيد. الاستراتيجية وهي ثالثة، وهي موجودة وتركز عادة على الحرب وكيفية استخدام هذه الموارد الموجودة في البلدان. والتعريف المحوري للاستراتيجيات قد يؤدي إلى اختلاف المقاربات المستخدمة في كل بلد، وكما ذكر دكتور ريموند هناك فكرة جديدة لإعادة تحديد الاستراتيجيات لإعادة تشكيل هذه المقاربات لتكون ذات مفاهيم مختلفة وإعادة صياغة المفاهيم الخاصة بها. فيما يتعلق بالمفاهيم، هناك علاقة بالسياسات، فهناك رؤية وهي يعني خطة عمل للاستراتيجيات، وعلينا أن نعرفها. وأيضا المحتوى يجب أن يكون مهم، لأن هناك بعض الدول قد تبنت هذه الأمور الاستراتيجية ومن ثم الأمنية، أو أنها دمجتهما مع بعضهما البعض لتكون واحدة من ضمن هذه الاستراتيجية الأمنية الوطنية.
وهناك الكثير طبعاً من السياسات والاستراتيجيات لما يتعلق بتعميم المنظور الإنساني، وأيضاً لهذه السياسات العامة ودمجها. وما يحدث في أفريقيا هو الالتزامات الموجودة في الدول الأفريقية لهذه السياسات والاستراتيجيات، ولكن لا يوجد هناك ثقة من قبل المواطنين في الحكومات. ولأجل الوصول إلى نتائج أفضل في هذه القضايا، يجب علينا أن نعمم الثقة بالمواطنين في قضايا مثلا المخابرات والاستخبارات، وأيضا المجتمع برمته. والقضية الأخيرة هي التوقع مثلا الجوائح. كوفيد-19 يجب علينا أن نديره بطريقة جيدة، وعلى الرغم من أن وجود الكثير من القضايا والمسائل الأمنية في متعلقة بكوفيد-19 وهي موجودة أصلاً، ومثلاً استخدام هذه الاستراتيجيات الموجودة أصلاً أو وضع استراتيجيات وسياسات جديدة. ويجب علينا أيضاً أن نفكر في تبني سياسات جديدة أفضل من أجل التعامل مع هذه الجائحة. ولنعطيكم صورة أفضل، دعونا نعرف ما هي الأهداف من هذه الجلسة، وأيضاً لنعيد ما هي الأمور الأساسية التي يجب أن نركز عليها. بالنسبة للأهداف، سوف نحقق ثلاثة أمور ستساعدنا. سوف نطرح ما هي الأسس المنطقية لهذه القواعد الاستراتيجية ووضع الاستراتيجيات الأمنية، وما هي الالتزامات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لدولها الإعضاء من ناحية الاستراتيجيات والسياسات واستخدامها. والثالثة، كيفية أو ما هي الأمور التي ستساهم بها وضع هذه الاستراتيجيات الأمنية، وما هي وبماذا تصب في مصلحة الرؤية الخاصة للاتحاد الأفريقي وهي لعام 2063. وأتمنى من الميسرين أن يطرحوا هذه الأسئلة. هذه المحادثة سوف تكون لمدة 45 دقيقة تقريباً، والمرجعية لهذه الجلسة ولهذه البرامج وهي ستكون مادة موجودة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وستكون موجودة بالبرتغالية أيضا، وستكون هي المرجعية الرئيسية. هذه الجلسة لن تدار وتيسر من قبلي، ولكن من قبل زميلتي فيرلي شوبي، وأنتم لديكم سيرتها الذاتية، ولكن دعوني أسلط الضوء على بعض القضايا والخبرات الموجودة لديها. وهي شخصية تعمل بقضايا الصراع والنزاع، ولديها خبرة 14 عاماً في مجال التطوير البحث وتطوير السياسات العمليات في أفريقيا، وهي أيضاً خبيرة مسجلة في القائمة للفريق الاستشاري الدولي لقطاع الأمن، وأيضا هي تعمل في مشاريع الاتحاد الأوروبي ومجلس اللاجئين الدنماركي، وأيضا هي تحمل أو حاصلة على درجة الماجستير من معهد جنيفا للدراسات العليا، ودكتورة من معهد سوهر للعلوم السياسية في جامعة برلين الحرة. دعونا نرحب بفيرلي. شكرا السيد لوكا أو دكتور لوكا لهذه التقديم. مرحبا، صباح الخير، مساء الخير، بغض النظر أين كنتم. دعوني أبدأ بتقديم واحد من المتحدثين الذي سيتحدث عن واحدة من الموضوع اليوم. أول متحدث هو السيد ميداني تتسي، وهو
وهو دكتور زائر وهو لديه تخصصات كبيرة جدا ومهمة جدا في مجاله، ولديه كثير من أو سجله حافل بالخدمات العامة والمدنية، وهو وضع صيغة لها علاقة في علاقة بأفريقيا وحكة الأمن على مستوى البحث والسياسة، وأيضا صاغ وطور استراتيجية القرن الأفريقي لإصلاح قطاع الأمن، وأيضا قام بتطوير ورئاسة تطوير الأمن القومي لجمهورية جنوب السودان الجديدة، والدكتور عبد الفتاح موسى وهو المتحدث الثاني، وهو يعمل في قسم الأفريقي في قسم عمليات السلام، وهذا كان تعيين له الأخير في منظمات متعددة الأطراف، وعمل في الأمم المتحدة لعدة سنوات. قبل ذلك عمل في الاتحاد الأفريقي، وهو مدير الشؤون الأفريقية وفي مجال مع الأمم المتحدة في مجال الأمن والسلام في أفريقيا الجنوبية. لا أستطيع أن أتخيل أن أي شخص منكم أن لديه خبرة أكثر منه في مجال وضع استراتيجية الأمن الوطنية أو في الأفريقيا أكثر من الخبراء الذين موجودين معنا. لدينا 3 أسئلة لكل واحد من متحدثين، ونتمنى أن تكون هذه الأسئلة تثير تفكيرنا. أعتقد أن هذه ستكون تحثنا على التفكير. البروفيسور تديسي، نبدأ معك، نود أن نستمع إليك حول يعني انخراطك في الاتحاد الأفريقي بوضع الاستراتيجيات الأمنية والاستراتيجيات الخارجية. كيف تعلمت من الاستفادة من المنطق في أفريقيا، وعلى هذا الأساس وما هي التزامات الاتحاد الأفريقي في دعم هذه الدول وخاصة في إصلاح القطاع الأمني وتحويله؟ البروفيسور تديسي، لا نستطيع الاستماع إليك، أرجى أن تلغي الصامت. شكراً فيرلي لهذا التقديم وللأسئلة. من الواضح أن وضع أو عملية وضع الاستراتيجيات الوطنية بدأت تشيع أكثر في الكثير من الدول الأفريقية، وخاصة على خلفية على إصلاح القطاع الأمني في أفريقيا أو في الدول الأفريقية. فهذا المفهوم الكامل والكبير لديه قيمته في مجال إصلاح الأمن، وكان مهم جدا في تقديمه للاتحاد الأفريقي. ولكن الأهم من ذلك هو بعد PCRD، وهي بعد الإصلاحات ما بعد الصراعات، لوضع المفوضيات ووضع إطار عمل لهذه السياسات. وكان هناك الكثير من المناقشات والحوارات حول الاستراتيجيات الموجودة في الاتحاد الأفريقي، وهذه السياسات بشكل عام أصبحت واحدة من أهم الأساسيات التي تركز على أساسيات أو على سلوكيات الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية، وبالتالي أصبحت الإطار العمل والNSP هي أصبحت من واحدة من أهم الوثائق الموجودة في الأفريقية. وضمن ذلك من الواضح هي ليست فصل قائم بحد ذاته، وهو له علاقة بالسياسات الأمن الوطني، وليست هي
أحد المتطلبات الموجودة في الـ SSR في الاتحاد الأفريقي، وأصبحت الثانية من أهم المتطلبات قبل أن تنخرط الدولة في عمليات إصلاح الأمن أو الاستراتيجيات الأمنية والقطاع الأمني، وفيما سواء كانت هي جاءت من مجلس الأمن القومي أو مجلس الأمن القومي أو التابع للأمم المتحدة أو للاتحاد الأفريقي. ولكن هذه الوثيقة من الواضح أنها تنص على أن الدول الأفريقية يجب عليها أن يكون لديها وتضع الاستراتيجيات الأمنية ويتم تحويلها إلى أمر فعلي، ومن هنا جاء هذا الحوار. وأول شيء المتطلب هو وضع هذه بشكل الإطار العمل للإرشاد في هذه العملية. فالرابط هو ما بين الـ SSR وما بين الوضع الاستراتيجي والأمني، وهي نرى على أنها هي المدخل للسياسات الأمن الاستراتيجية. هي ليست يعني إجبارية ولا وبقوة يجب أن نجبرها، ولكن هي يوصى بها. وعندما تكون هذه الدول مثلا جاهزة، فسيأتي الاتحاد الأفريقي ويدعمهم. معظم الدعم الذي تتلقاه الدول هو يكون مخصوصا في مجال الأمن الاستراتيجي، ونحاول فقط أن نعترف بها ونجعلها شائعة، وهذا ما يجب أن يحدث. شكراً. فيما يتعلق بالعمل الذي يجب أن نقوم به على المستوى العالمي، ما هي التحديات التي يجب أن نراها؟ مثلاً الدول الإفريقية وضع استراتيجياتهم الأمن الإفريقية، وكيف ممكن أن يتم دعمهم؟ واحدة من هذه التحديات هي الأفكار السياسية، لأن الأمن أو الأمن الاستراتيجي طبعاً هي العملية أهم. هل هي العملية أهم من النتائج؟ والكثير من العمليات السياسية ليست شاملة ولا تمثل أو غير ممثلة. أهم شيء وأهم متطلب يجب أن تكون هناك إجماع واسع، ومثلاً عهد سياسي حيث يكون هناك الكثير من اللاعبين والذين لهم دور أن يكونوا جزء يعني ناشطين أكثر في ناحية سياسية. ويجب أن يكون هناك إجماع متفق عليه من قبل عدد كبير من الأشخاص، وبالتالي العملية السياسية يتم وضعها، وهذا الوضع غير موجود في كثير من الحكومات. فمثلاً في هذه المفوضية في الاتحاد الأفريقي لا يوجد فيها تقاطع مباشر. واحدة من المشكلة هي موجودة في الـ SSR عدا عن الاستراتيجيات الأخرى، فإن الاتحاد الأفريقية لا يوجد لديها علاقات مباشرة مع البرلمانات الأفريقية. فمن ناحية هناك فجوة سياسية ضمن السياق السياسي، والحكومات الاتحاد الأفريقي، لأن الاتحاد الأفريقي فقط تشجعهم، ليس لدى الاتحاد الأفريقي يعني قوة مباشرة للتعامل معهم أو سلطة مباشرة للتعامل معهم. وأعتقد أن هذا من المحتمل أن يكون هي يعني له علاقة بالصفة في الاتحاد الأفريقي. الاستراتيجيات السياسية هي يعني يجب أن تكون شائعة وبين الناس. ومن فترة حديثة فقط هذه الاستراتيجيات والسياسات أصبحت جزء من هذا الـ SSR، وحتى على المستوى القيادات العليا حتى في قضايا التقنية في الاتحاد الأفريقي ذاته، يعني في الخلوة في جيبوتي
التي في ديسمبر 2019 هي أصبحت على أعلى الجدول الأعمال للاتحاد الأفريقي. هي لم تصبح أبدا معممة من حتى في قضايا المنظور الجنساني إلى آخره. لا يمكن أن يكون لدينا تأثيرات عملية في دول الأعضاء، وهناك الكثير من التحديات التي يجب أن نتعلم منها. شكراً. ما أسمع هو أن القضايا المتعلقة بالإمكانيات الموجودة على مستويات مختلفة هي ما تعثركم. إذا أردنا أن نضع بعض الاستراتيجيات هذه على المستوى المحلي أو المحل الوطني، كيف يمكن تطبيق هذه الاستراتيجيات السياسية في سياق الاتحاد الإفريقي من ناحية مثلا الرؤية 2063 أو مثلا 2030 حتى؟ أعتقد أن أهم نقطة هنا في هذه المسألة هي ويجب أن ننظر بها ما هي قيمة سياسة الأمن الاستراتيجي في جدول أعمال الاتحاد الأفريقي. طبعا أولها هو يعني إسكات الأسلحة. إحلال السلام في أفريقيا هو مهم جداً لاستدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. واحدة من أهم التصريحات للاتحاد الأفريقي أن الدول الأعضاء يجب أن تكون مساءلة ومحاسبة. هذا لا يعني أننا يجب أن نطبق الحوكمة بكاملها، ولكن يجب أن يكون هناك إصلاح وجعله أكثر مهنية لهذا القطاع الأمني. وعندما نتحدث عن الإطار العام، يجب أن يكون هناك بوصلة لمعرفة أسباب هذا الإصلاح، لماذا وكيف وماذا يجب أن نصل إليه. الدول التي لا يوجد لديها بعض الفهم أو البعض الإجماع، بالتالي لا تستطيع أن تصلح نفسها. حتى الإس إس آر وحتى القوات السياسية وتحاول أن تتخطى إطار العمل الوطني، إلا إذا كان لديها جدول عمل لمثلا إسكات والتخلي عن الأسلحة. وبالتالي يجب أن تكون البوصلة هي القائد، ولكن ليس هذا فحسب. يجب أن يكون هناك إطار عمل للمحادثة الوطنية في كثير من الدول. حتى بعض المحادثات لا تكون في المنتديات يعني بشكل رسمي. حتى نتجنب العنف يجب أن يكون هناك منتديات وعمليات بإمكانها أن تجلب لاعبين مختلفين. ولكن بعيدا عن هذا وذاك، ولكن هناك قضية التنبؤ والقدرة على التنبؤ في سياسة الأمن، وهي موجودة في الاتحاد الأفريقي. واحدة منها تناغم السياسات وخلقها في ضمن دول الأعضاء للاتحاد الأفريقي، وأيضا وضع هذه الأمن والازدهار أو الدخول في علاقات مزدهرة مع الدول الجوار. إذا رأينا هذه السياسات الشفافة بإمكاننا أن نرى هذا التكامل مع الجيران والعلاقات المتكاملة مع الجيران، وبالتالي هذا سيكون هو المركز والمحور لكل شيء تماماً بالقدرة على التنبؤ. واحدة من أهم المشاكل الموجودة في أفريقيا هي أن الدول الأفريقية تبقى دائماً غير قابلة أو ليس للقدرة على التنبؤ بها. واحدة من الأشياء التي يمكننا تحسين هذه القدرة على التنبؤ هو الشفافية والانفتاح، وأيضاً لضمان أن الدول بإمكانها أن يكون لها علاقات مع دول مع بعضها البعض بطريقة شفافة وجيدة. فمثلا مصر إذا كان لديها خطة استراتيجية طويلة الأمد مع أثيوبيا ومن
وبالتالي فأن هذه الشكوك المتبادلة سوف تتبدد وسوف تتحول إلى أمن وسلام يعم المنطقة. وطبعاً هذه العملية سوف تساعد بعض البعض. السياسات الأمن الاستراتيجية هي مهمة جداً بعد الدستور، إلا إذا لم يكن لديكم ذلك لن تحاولون أن يعني لن يؤدي ذلك إلى أي من الأمن. وإذا لم يكن هناك إصلاح للقطاع الأمني الثاني وبعد الأمن أو السياسات الأمن وعمليات سياسات الأمن وهي جعل القطاع الأمني يعني إصلاح القطاع الأمني وجعله مهنيا ووضع SSR ويجب أن يكون له أو يأخذ شكل عملياتي. وكما ذكرت هناك الكثير هي يعني تبدو كأنها طموحات والشرعية موجودة والوثائق السياحية والسياسية عفواً الوثائق السياسية موجودة، ولكننا لازلنا في البداية بعد الانتقال إلى التحفيز والخبرات والأفكار، ولكن هناك الكثير من العمليات والدعم سوف يأتي من المجموعات المهتمة في الكثير من الدول الاتحاد الأفريقي المهتمة. هذا تعليق وجيه جدا. أود أن أرجع إلى بعض النقاط الأساسية التي ذكرتها للتو، خاصة بالنسبة لتطوير سياسة أمن الوطنية. لقد ذكرتم طبعا عن كل المسائل الضرورية من أجل تطوير هذه السياسة، ولقد تكلمت عن الاتسام بالمهنية في هذا المجال، وطبعا تكلمت عن سياسة الأمن الوطنية كبوصلة أو كإطار أساسي من أجل طبعا السير إلى الأمام. تكلمت عن العلاقات بين الدول وبين الأمم التي هي مهمة جدا. تكلمت عن النقاشات التي يمكن أن تدور بين هذه الدول وعن أهمية تطوير سياسة أمن وطنية من أجل تسهيل كل هذه النقاشات. شكرا جزيلا لهذه المداخلة. الآن سوف ننتقل إلى الدكتور موسى. طبعا سوف أحط عليك نفس السؤال، ومن نظرك الشخصي أتمنى أن تجيب على نفس السؤال. فما عبر تجربتك المهنية وتجربتك الشخصية، تجربتك المهنية في الأمم المتحدة، كيف ترون سيدي طبعا هذا الدعم الذي يمكن تقديمه للأمم الدول الإفريقية من أجل تطوير سياسة الأمن الوطنية ناجعة؟ ماذا يمكنه للأمم المتحدة أن تقوم به من أجل تسهيل تطوير سياسة أمن وطنية داخل الدول الإفريقية؟ شكرا جزيلا لسيد لوكا ولك أيضا من أجل تواجدكم معنا في هذه الحصة الصباحية. شكرا جزيلا. أود أن أرحب أيضا بكل الأعضاء المتواجدون معنا. إنه من دواعي سروري أن أتدخل اليوم وأن أبدأ هذا النقاش الذي يدور حول تطوير سياسة أمن وطنية. من نظرة الأمم المتحدة أود أن أقول أن هناك نقطتين أساسيتين يجب أن أركز عليهما بعد أن ما حصل في الحرب العالمية الأولى وحرب العالمية الثانية. أود أن أقول الصوت غير مسموع، عفواً الصوت غير مسموع، قطع الصوت للحظة. الدكتور موسى شكراً، أعتذر. هل تسمعونني الآن؟ شكرا. لقد انقطع الحديث وأنت تتكلم عن الحرب. طبعا في وثيقة الأمم المتحدة كان الهدف هو عدم الدخول في حروب أخرى، وهذا شيء كانت نصت عليه الأمم المتحدة بطريقة صارمة.
الأمم المتحدة تدخلت من أجل أن تتكلم عن ضرورة تطوير سياسة أمن وطنية شاملة في عديد من الدول. فالأمم المتحدة ركزت على هذا وحاولت أن تعطي الدعم الأساسي بالنسبة لكثير من الدول من أجل تطوير سياسة أمن وطني، وهذا لم يحصل، حتى هذا الدعم لم يصبح ممكن حتى يعني التسعينات، من أجل يعني الدفع بالأمام إلى تطوير سياسة أمن وطنية. فهذا كان أصبح شيء مهم بالنسبة لي الأمم المتحدة، وقلت هذا في التسعينات. هناك وثيقة من طرف الأمم المتحدة التي تنص على هذا، عن ضرورة تطوير استراتيجية أمن وطنية، وأعطت الأمم المتحدة بعض الإرشادات التقنية من أجل تطوير سياسة أمن وطنية واستراتيجية أمن وطنية وتسهير مسارات في هذا المجال. هذه الوثيقة هي وثيقة أصبحت رسمية في التسعينات، وأصبحت مهمة جدا ويجب النظر إليها. فهذه الوثيقة موجودة، فالعقلانية أو المنطق وراء كل هذا هو أنه الأمم المتحدة حاولت أن تصمم استراتيجية أمن وطنية التي خولت لكثير من الدول أن يعني تطور مهاراتها في مسألة الحكامة، وأن تستطيع أن تطور كثير من الاستراتيجيات على مستوى الوطني، وأن طبعاً تحسن من مستوى شفافيتها، وأيضا في مسألية أيضا السلام، بناء السلام. هذا أصبح مهم جدا، لأن هذا من نوعه سياسي، هذه كلها يعني سياسات هي في طبيعتها سياسات مهمة جدا. فالسياسة في حد ذاتها أو استراتيجية هي تعتبر مثل طريقة أو وسيلة عبرها حاولت طبعا الحكامة أو المسار الحكامة يأخذ وقته. أو فعندما يتعلق الأمر بنا نحن، أو مثلا بالاتحاد الإفريقي، أو بمثلا كل الدول، أو عندما نتكلم عن جماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أو مثلا الأمم المتحدة، فكلها تجمع على أن هذه السياسة الاستراتيجية يجب أن تكون سياسة استراتيجية على المستوى الوطني، ولإدماجها ولتشجيعها أو لتفعيلها هي مسائل مهمة جدا. فلماذا يجب أن تكون، ولماذا هي يجب تصميم مثلا سياسة أمن وطنية محددة؟ فكل هذه مسائل مركزية يجب أن نركز عليها. الأمم المتحدة في الوقت الحالي حاولت أن تعطي بعد السند لبعض الدول مثل بوركينا فاسو وليبيريا، خاصة بعد 2003 بوركينا فاسو، بعد طبعا الانقلابات التي حصلت، وفي إفريقيا الوسطى، وحاولت أن تعطي السند الأساسي لبعض الدول. فالمسألة كانت متعلقة بإعطاء السند الأساسي لكل هذه الدول، والأهم في كل هذا هو أن الأمم المتحدة حاولت أن تبين كيف يمكن إعداد هذا، عبر طبعا السيادة، وعبر طبعا عبر بعض المسارات المهمة، لأن المسألة كانت متعلقة بتطوير سياسة استراتيجية أو استراتيجية أمن وطنية. فهذا مهم جدا، شيء مركزي، لأن التصميم كان معتمد على المسائل المتعلقة بالأمن الإنساني، بالتعددات الموجودة، التعدد الموجود في كثير، الإدماج في كثير من الدول، ومسارات متعلقة ببعض التدابير الأساسية التي كانت سوف تسهل تطوير سياسة أمن وطنية. فمن منظور
الأمم المتحدة هذا كان يعتمد على الدعم وعلى السند المقدم لكل هذه الدول، فهذا كان طبعا أتى بعد أو تلا طبعا الطلب الذي كان معتبر أو عبر عنه من طرف هذه الدول. فمن أجل تقديم السند لكل هذه الدول كان مهم جدا، خاصة بعد الحروب المدنية التي حصلت في بعض السياقات، وخاصة بعد التوترات التي حصلت في بعض السياقات كما قلت. فهذا المسار كان مهم جدا، ولكن في آخر المطار كانت هناك تحديات كثيرة كانت يجب أن ترفعها الأمم المتحدة من أجل تطوير بعض السياسات الاستراتيجية أمن الوطنية. سوف نعطي بعض الأمثلة في هذا المجال والتي سوف توضح كيف بعض الأجهزة استطاعت أن تفعل خلال هذا المسار. شكرا جزيلا لمداخلتك، لقد مكنتنا مداخلتك من فهم كثير من السياقات. شكرا جزيلا لهذه المداخلة، خاصة عندما كان يتعلق الأمر بسياسة الأمن الوطنية. شكرا جزيلا. فهذا مهم جدا، الأمن هي مسألة مهمة جدا، خاصة عندما نتكلم عن بعض السياسات وعن بعض الدول. فعلى بناء التجربة التي أنت تتمتع بها خاصة في ليبيريا وكثير من الدول، بالنسبة لك ما هي التحديات التي تراها وما هي الفرص التي يمكن أن نعتمد عليها من أجل أن نخلق مسار يمكننا عبره أن نطور سياسة أمن وطنية؟ هل يجب هناك إدماج مثلا فاعلي سياسة مثلا المجتمع المدني، أو يجب أن يكون هناك اعتماد على بعض الفاعلين؟ لماذا هذا هو شيء مهم جدا؟ هل يمكنك أن تتدخل في هذا المجال وتعطينا رأيك؟ كما قلت قبل ذلك، المسار لتطوير سياسة أمن وطنية أو استراتيجية أمن وطنية هو مهم جدا، هو أهميته هو مثل أهمية المنتوج. وهذا فالمنتوج الذي نحصل عليه في آخر المطار هو معتمد على المسار الذي سوف نقطعه أو الشوط الذي سوف نقطعه من أجل تطوير السياسة. يجب أن ننظر إلى كل العوامل وراء تطوير هذه السياسة، والأمم المتحدة لديها إطار بالنسبة لهذه السياسة، هو إطار واضح. ولقد تكلمتم أيضا عن مثلا معاهدة 25، تكلمتم عن الإرشادات التي قدمت في هذا المجال وكل التصميمات التي في مجال مثلا النوع، في مجال المشاركات النسائية، وعن كونهن ناشطات أو فاعلات أساسيات في هذا المسار. لقد تم إدماج أيضا المجتمع المدني والشباب، هذا شيء مهم جدا عندما نتحدث عن النساء مثلا أو المشاركة النسائية. فيجب أن نعطي المساندة الأساسية بالنسبة لمسألة التدريب، أو مثلا تدريب النساء، أو مثلا نعطي أهمية أيضا أساسية مثلا مسألة الدعوة، بالنسبة للتثقيف، بالنسبة للتعليم، بالنسبة لمثلا كل العقبات التي تقف دون أو تحول دون تحقيق مثلا المشاركة النسائية في البلد. الشيء الثاني أو العامل الثاني، عندما نتكلم عن المجتمع المدني يجب أن نكون واضحين. فكل الحكومات عبر العالم وخاصة في قارتنا الإفريقية ليس فيها دعم بالنسبة للمجتمع المدني. في بعض الدول ينظر إلى هذه المجتمعات المدنية كأعداء، فيجب أن ندفع أو أن نشجع أممنا أو دولنا الأفريقية أن تفهم ضرورة أو أهمية مشاركة المجتمعات المدنية في هذا المسار. عندما الدول الأعضاء اليوم يجب أن تفهم دور المجتمعات المدنية، ويجب فمثلا عندما نتكلم عن العنف أو مسائل متعلقة بالتوتر أو غير ذلك، فدور المجتمعات المدنية هي
دور المجتمعات المدنية هو دور أساسي جدا، ويجب أن ندخل هذا في نظرة أو في استراتيجية وطنية وأن نعطي أهمية خاصة لهذا العامل. فالتحديات اليوم هي تحديات واضحة، يجب أن نشجع كل الدول على تطوير سياسة استراتيجية أمن وطنية أو استراتيجية أمن وطنية، وهذا يعتمد على رفع بعض التحديات في هذا المجال. المسألة تتعلق اليوم بالسيادة، لقد رأينا كثير من الأمثلة في ليبيريا مثلا، خاصة عندما بعد الحرب المدنية التي مر منها البلد، لقد رأينا مثلا تدخل الأمم المتحدة فيها، وكيف يعني حاولت أن تدير مسألة الانتقالية في هذا البلد، وأن تتدخل من أجل أن تساعد أو تساند البلد في هذا المجال. عندما نتكلم عن تطوير سياسة أمن وطنية، يجب أن ننظر مثلا إلى هذه الفترة الانتقالية، فترة الانتقالية التي تتسم بتوترات أساسية. بعد ذلك يجب أن نهتم بمسألة الانتخابات، والانتخابات هي أيضا فترة أساسية يجب إعطاؤها طبعا تركيز عميق. فخلاصة القول هو أن مسألة السيادة، مسألة الفترة الانتقالية، ومسألة الانتخابات يجب أن يتم فيها تدخل، ويجب أن يعطى فيها سند كبير جدا من أجل أن نستطيع أن نستفيد من الفرص الموجودة وأن نطور سياسة أمن وطنية. فالسؤال هنا هو كيف يمكننا أن ننظر إلى هذه الفترة الانتقالية، كيف يمكننا أن مثلا ننتقل من المصالحة الوطنية إلى مثلا إلى سياسة أمن وطنية أو استراتيجية أمن وطنية. هل مثلا خلال فترة معينة التي كانت تتسم فيها في الفراغ، هل كل مثلا الأحزاب السياسية تمكنت من ضبط مشاكلها؟ هل توصلنا إلى كل الحلول التي يجب أن نتوصل إليها؟ هل كل المسارات واضحة؟ وهل تمت هذه الفترة الانتقالية بسلام؟ فهذه كلها أسئلة يجب أن نطرحها من أجل أن نطور سياسة أمن وطنية أو استراتيجية أمن وطنية. فطبعا مسألة الأمن هي أساسية جدا من أجل أن نضمن حقوق إنسان وأمن إنساني. فهناك دعوة كبيرة إلى أخذ بعين الاعتبار جماعات اقتصادية لدول غرب إفريقيا، خاصة مثلا في بعض الدول في مالي وفي كثير من السياقات. سوف نذكر هذه الأمثلة. يجب أن ننظر إلى كل الإرشادات، إلى كل السياسات، وأن نتأكد ما إذا كانت مفعلة. هل مسألة كل النظام الأنظمة هي أنظمة واضحة؟ وهل مسألة السيادة هي مسألة واضحة؟ فيجب أن ننظر إلى كل الفرص وأن نعتمد عليها من أجل تطوير سياسة أمن وطنية. فالأمم المتحدة وكل الشركاء يجب أن نتأكد ما إذا كانوا متواجدين من أجل أن نتوصل إلى الأمن والاستقرار. شكرا جزيلا لمداخلتك. فعندما ننتقل من مسألة الحرب إلى مثلا السلام، فهناك مسارات يجب قطعها، وطيبا أشواط يجب ضبطها قبل أن نحقق في آخر المطار الأمن المتوخى هذا. فهناك بعض الأهداف المستدامة التي يجب التركيز عليها. فهناك طبعا أهداف 16 التي هي واضحة. هل يمكنك أن تفسر سيدي كيف Goal 16 STG إطار STG، وكيف أهداف 16 هي يعني كانت واضحة بالنسبة إلى تطوير بالنسبة لتطوير سياسة أمن وطنية هذه؟ شكرا. عندما تنظرون إلى Goal 16 أي يعني أهداف 16، وإلى كل يعني الأهداف التي كانت هي منصوص عليها، عندما أنتم تعرفون أن كل هذه الأهداف هي طبعا هي تتم لميلينيوم ديفلوبمنت جولز، يعني كل أهداف الألفية، أهداف تطوير الألفية، فكلها هي كلها توضح طبعا
الأهداف المتوخاة وراء الأهداف المستدامة، وهي كلها أهداف تهدف أو عوامل تهدف إلى تحقيق الرفاه وإلى السلام والاستقرار. فعلينا أن ننظر إلى كل هذه الأهداف، لأننا هنا ننص عن أمن مدمج، ومن الضروري أن ننظر إلى كل الأهداف، يعني المشاركة النسائية، إلى مثلاً إلى نوع المساواة، وأن ننظر إلى مثلاً كثير من الأهداف المتعلقة مثلاً بمثلاً المرافق الصحية، فكلها أهداف مدمجة من أجل أن نصل إلى الرفاه. فعندما نتكلم عن تطور مستدام وإلى الأهداف متعلقة بالتطور المستدام، فيجب أن نتوقف للحظة من أجل أن ننظر إليها وإلى كل هذه الأهداف. عندما ننظر مثلاً ننظر إلى كل هذه الأهداف، يجب أن ننظر إلى الإطار الذي يعطي أو يخول القدرة من أجل تحقيق هذه الأهداف، خاصة عندما نتعلق بجماعات الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وإلى كثير من الدول المتدخلة في هذا المسار. فهي مثلا أهداف تتعلق بالمشاركة السياسية، مشاركة مثلا الحكامة في مجال الأمن، ننظر مثلا إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وننظر إلى كثير من الأهداف في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن ننظر إلى كل هذه الأهداف، فهي كلها أهداف متعلقة ليس فقط الأمن، ولكن هي أهداف متعلقة بحكامة ناجعة، من أجل التأكد من أن الاستقرار وأن الأمن ممكنين. مرة أخرى، يجب أن نتأكد مثلاً من أن بعض العوامل المتواجدة وبعض الأهداف الأساسية هي مدمجة في هذه السياسة. وأنا أتحدث مثلاً عن المشاركة النسائية، تكلم مثلاً عن بعض الاختلافات الإثنية التي قد تكون متواجدة في المسار، أو مثلاً في بعض مثلاً نتكلم عن مثلاً بعض الأشياء المتعلقة بالتوتر أو بالعنف أو مثلا الإرهاب أو غيرها من التحديات. فالإدماج بالنسبة لي، الإدماج هو شيء مهم جدا، هو عامل أساسي وهو رقم واحد. بالإضافة إلى ذلك، أرى أن من خلال مثلا هذا الدعم مثلا الذي قدم لدولة مالي، لقد مثلا كانت هناك عوامل أساسية أخرى التي اكتشفناها. فمثلا في دولة مالي رأينا أنه ليس هناك أي تمثيل للنساء، وهذا شيء ضروري كان من المهم أن نركز عليه. فنرى أن مثلا النوع هو كان شيء مهم يجب أن يدمج لكي تكون هناك مشاركة نسائية، ووصلنا إلى خلاصة أنه النساء في دولة مالي مثلا كان عليهن أن يشكلن على الأقل 30% من المشاركة النسائية، المشاركة الجماعية. فهذا ما حصل مثلا في بعض السياقات عندما درسنا مثلا دولة مالي وغيرها من الدول. فالدعوة إلى هذا المجال كان مهم جدا. عندما نتحدث مثلا عن مثلا وسط الذي يتميز بالتوتر في إفريقيا والاحتياج، ومثلا ضرورة توعية المجتمع بالنسبة لهذا العامل، فرأينا أنه كان يجب أن يكون هناك تدخل مجتمعي من أجل الاهتمام بمسألة العامل الإثني هذا، وأن نحدث تأثير أساسي في هذا المجال، وأن مثلا أن ندير بعض السياقات المتميزة بالتوتر وغيرها. رأينا أنه من المهم مثلا أن ندمج الشباب والميليشيات في هذا المجال. ف
طبعا في سياسة الأمم المتحدة هذا ضروري جدا، وخاصة مسألة أو مثلا مشاركة القضائية هي مهمة جدا. نظرنا إلى التدريبات، رأينا مثلا إلى مشاركة الشرطة في هذا المجال، المشاركة النسائية كانت أساسية، وخاصة عندما نتكلم عن مسألة التطوير فلا يمكن أن يكون هناك تطور بدون مشاركة نسائية. رأينا أنه من الضروري أن تكون هناك مجموعات التفكير وأن تهتم بهذا المجال. بالنسبة لي شخصيا فنحن نسير في الطريق الصحيح، ونحن في طور يعني تطوير كل هذه العوامل. يجب أن تكون هناك عمليات تهتم بهذه طبعا العوامل الأساسية من أجل أن نحدث استقرار وأن نحدث سلام، وأن تكون هناك نقاشات بناءة، أن يكون هناك إدماج من طرف جميع الأعضاء وجميع الفاعلين، وأن يكون على المستوى الشامل هناك يعني منطقية وعقلانية في المسار. شكرا جزيلا لهذا التدخل. شكرا جزيلا لهذا التدخل الوجيه. كنت أود أن أذكر هنا بعد مثلا المسائل المتعلقة بالSDGs. لقد تكلمت عن بعض المسارات طبعا التي يجب أن تكون مدمجة وشاملة، وربما في هذا النقاش ربما سوف طبعا نركز عن التوثر، عن فترات الانتقالية، و أظن أنه قد يكون هذا مهم جدا. ففي بعض الدول الإفريقية هذا شيء مهم جدا، لأنه سوف فبعض SSRs هي تتدخل في في فترات ما بعد التوتر، ولكن في بعض السياقات الإفريقية لديها تجربة أكثر من دول أخرى، خاصة بالنسبة لهذه الفترات الانتقالية وفترات إعادة بناء البلد. قد ربما نتكلم اليوم عن مثلا بعض السياقات التي لم تتميز بالتوثر، ولكن التي فيها استطعنا أن نطور سياسة استراتيجية وطنية. هل يمكننا أن نتكلم عن بعض السياقات التي لا تتميز بالتوثر؟ لأنه الدكتور موسى لقد تحدث عن المشاركة النسائية وعن المجتمع المدني وعن كونهما فاعلين أساسيين في هذا المجال، وأنه يعني مشاركتهما لم تكن من الأول مشجعة. فربما قد نتكلم عن هذه السياقات التي لا تتميز بالتوثر. هل يمكنك أن تتكلم عن تطوير سياسة أمن وطنية في بعض السياقات التي لا تتميز بالتوثر؟ وربما نعطي الكلمة للسيد موسى بعد ذلك، الدكتور موسى بعد ذلك. هل يمكنك تشغيل الميكروفون الدكتور موسى؟ شكرا. شكرا جزيلا، أعتذر عن ذلك. طبعا سياسة أمن وطنية واستراتيجية أمن وطنية هي مهمة بالنسبة لكل السياقات، حتى بالنسبة للدول التي لا تتميز بالتوثر، وهي نسميها حتى التي أو في بعض الدول ما بعد التوثر. فحتى طبعا حتى إطار الاتحاد الأوروبي هو طبعا مبني على وثيقة يعني أساسية. فطبعا أساس الإصلاحات وإصلاحات هي PCR، هي كل وثائق PCR، وهذا طبعا واضح جدا. علينا أن نفهم أيضا أنه هناك وثائق هو طبعا وثائق SSR هي أن تأخذ بعين الاعتبار كل هذه السياقات، ولا مثلا أن تكون متسمة بالمرونة وبشمولية، وأن تنظر إلى كل السياقات وإلى كل مثلا طبعا الأوساط المتواجدة. فطبعا هناك فيجب أن يكون هذا هو الأمر.
PCRs هي دائما يعني وثائق تركز على ما بعد التوتر. فوثيقة 2006 لPCR أصبحت للأسف هي مثل وثيقة مرشدة، ولكن في كثير من الحكومات طبعا الأفريقية آنذاك كانت لم تكن مرتاحة هذه الوثيقة، ربما كانت تطبيقية ومنطقية، ولكن الوثيقة الثانية أظن الوثيقة كان يجب أن تكون وثيقة تتميز بإرشاد أكثر. فهناك وثائق كثيرة تنص على هذه السياسة، على تطوير سياسة استراتيجية وطنية. أظن أن الوثيقة في حد ذاتها كانت محدودة، لأنها كانت أعطت أو خولت لبعض الأعضاء الأمم أن تعتمد عليها، ولكن هي لم تكن شاملة في حد ذاتها. فالوثيقة الثانية كانت يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كل السياقات وأن تتزم بشمولية أكثر. واحدة من الصعوبات التي لم أذكرها من قبل هو أن إطار السياسة الاتحاد الأوروبي كانت أعطتنا سياق شامل أكثر، ولكن الطريقة الوحيدة التي كانت يمكن أن نفهم فيها الوثيقة هي أن نفهم السياسة بشكل شامل، لأن حتى بالنسبة للاتحاد الأوروبي نص على أنه يجب أن يكون هناك سند خارج بالنسبة لـSSR، وأن يكون هناك منظور معرف بطريقة واضحة. حتى بالنسبة للإصلاحات التي يجب أن تكون في إطار الأمن، أن تكون هناك الأهداف وأن تكون أهداف منصوص عليها بطريقة واضحة، ولأنه لم يكن أن تكون هناك أهداف واضحة بدون أن يكون هناك مفهوم شامل لسياسة أمن وطنية. حتى في عندما نتحدث عن منظور أو نظرة معرفة أو واضحة، فلا يمكننا أن نعطي مفهوم واضح، لأنه من يعرف هذه السياسة الوطنية؟ فهل سوف يكون هناك تعريف لهذه السياسة من طرف مواطنين أو من طرف فاعلين آخرين أو من طرف مثلا أعضاء آخرين؟ عن من نتكلم؟ أو فتعريف السياسة هي مسألة معقدة جدا، وأظن أنه يجب أن نتحدث عن هذا. في الحقيقة الأمر يجب أن في مثلا في كثير من السياقات يجب أن نهتم بهذا، سواء تحدثنا عن مثلا القارة الإفريقية أو عن الدول الأخرى، لأنها مسألة معقدة ومتراكبة في حد ذاتها. يجب أن نهتم بمسارات في عديد من المجالات وأن نهتم بمسألة السياسة هذه، لأن هذا مهم جدا في كل السياقات. سياسة أمن، تطوير سياسة أمن وطنية على المستوى الوطني، وهذا يعني يجب أن تكون هي يجب أن نركز عليها في هذا المحور. شكرا بروفيسور. دكتور موسى، هل لديك أي إضافة؟ نعم، نحن نتحدث عن بعض الصراعات، ولكن هناك بعض المجتمعات التي هي في السلام، ولكن ما لا نعرف حتى بشكل اسم هي موجودة يعني سلمية وتتمتع بالسلام. هناك تحليلات وتؤدي إلى أن هناك بعض المنظورات التي تؤدي إلى أن هناك تهديدات. بوكو حرام، إذا عرفنا كيف تطورت ونشأت وكيف الشباب في صوماليا، فالكثير منها كان لها علاقة بالإقصاء وطرق الإقصاء والحلول السياسية
ويجب علينا أن نفهم بعض الفهم الشائع. فالكثير من دول مالي، نيجيريا والصومال فتحوا ذلك الباب للحوار مع ما يسمى بالمجموعات الجهادية، بوكو حرام والشباب، وهذا يعلم درس مهم. والبيئة المهددة اليوم أنه لا يوجد دولة في القارة معزولة، وبالتالي إذا كان الأمن موجوداً في دولة فهذا يؤدي إلى أن الأمن سيكون موجوداً في جميع أنحاء القارة. وهناك الكثير من البيانات الموجودة في مثل فيما يتعلق بالأمن والسلامة. الأمر الثاني، وهناك رسالة تتعلق بالأمن، الأمن البشري وأمن الوطني لا يعتمد على الرجال الأقوياء ولكن يعتمد على المؤسسات والمحاسبة هذه المؤسسات. فالحوكمة والمحاسبة للبرلمانات والتنفيذيين واللجان المستقلة يجب أن تكون أيضاً شفافة، ونحاول أيضاً أن نبني هذه الروابط بين المجتمع. إذا لم تكن موجودة فأنتم فقط تؤجلون هذه الأزمات في هذه البلد المعينة. ومن المهم جداً أن يكون إقناع صناع السياسات في كل دول باتخاذ الإجراءات والتركيز على الإبقاء على السلطة من خلال الانتقال، وهذا أمر مهم جداً، وحتى يكون موجود في جميع طبقات المجتمع. والتهديدات الموجودة من خلال التحليلات الموجودة هي ليس من ضمن أو ليس لها علاقة بالإرهاب، ولكن شرب الماء وأيضاً الملجأ أو المسكن والتعليم للأطفال. لذلك يجب علينا أن نخلق الفرص للشباب، وبالتالي سوف يقل عدد المجرمين والالتحاق الشباب في الحركات الجهادية. وما نرى أننا لا نحارب الخطاب الكراهية وأن نجلب هذا التناغم والرؤية لبلد أو لوطن ونجعلها متناغمة بغض النظر عما نقوم به. إذا قمنا ببناء هذا الأمن الوطني فهذا لن يترجم على أرض الواقع، وهذا مهم جدا. يجب أن تكون هذه المؤسسات التي نبنيها تتمتع بالشفافية، ويجب أن تركز على الأفراد. شكرا. هذا